عن ضحايا جرائم التجارة بالبشر، حيث أن الإشكالية الأساسية التي تواجه أزمة العدالة الجنائية بالمغرب تكمن في ضعف نسبة المتابعة ومن ثم الإدانة القضائية بأحكام التجارة بالبشر، بحيث أن خصوصية هذه الجريمة يجعل أمر التعرف والكشف عن الضحية المفترضة أو المحتملة صعبة للغاية، وبالتالي فإن الاستراتيجية التقليدية التي جريمة المنظمة هي من أكبر التحديات التي تواجه السياسة الجنائية المغربية، وعلى اعتبار أنها تمارس من قبل منظمات وعصابات إجرامية تمتد على الصعيد الدولي، فالجريمة قد تبدأ في دولة وقد تتحقق النتيجة أو الهدف في دولة أخرى، مما يجعل أمر تفكيك هذه العصابات الإجرامية المترابطة والمتشابكة أمر بالغ الصعوبة لدى أجهزة العدالة الجنائية، وهذا ما يثير يعني لابد من إرادة سياسية واضحة من أجل بناء جسور الثقة بين الأنظمة القضائية والأمنية بين مختلف الدول. بطبيعة الحال المغرب اعتمد على استراتيجية مهمة جدا، والمغرب قام بكل ما يلزم سواء على مستوى الممارسة الاتفاقية حيث صادق على أبرز الاتفاقيات المرتبطة بالجريمة المنظمة، أو حتى على مستوى التدابير التشريعية بإحداث القوانين المرتبطة بكل الجرائم المنظمة، أو حتى على مستوى المؤسسات والمستوى الأبنية. شخصيكم الكبير عبارة شكري وتقديري وامتناني وإكبالي عن الكلمات الغالية والعبارات التي أريدتم أن تتوجوا بها مناسبة حفل تكريم هذا من طرف لجنتنا العتيدة. جد سعيد بهذا التكريم الذي خصصته الودادية الحاسية للقضاة لشخصي المتواضع، وإنني بطبيعة الحال أهدي هذا التكريم لجميع قاضيات وقضاة محكمتنا الشريفة، وأعتز به وسوف أبقى أحتفظ بهذا التكريم كأثمن موروث في ذاكرتي القضائية. فألف شكر للسيد رئيس الودادية الحاسية للقضاة، كما لا تفوتني هذه المناسبة بأن أتوجه بأسمى عبارات الثناء والعرفان لكل من ساهم في هذا التكريم سواء من قريب أو من بعيد، وجزاهم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم. هذه المثلا هذه الحالات مثلا وكيفهم بان الاحتياجات بالنسبه للشرطه والقضاه والسجن يكونوا موجودين باش نقدروا نعملوا واحد التدخل القاضي، ولكن لا persona que está dentro de la cárcel se le rompe la vida un poco más que es más dolor al que ya llevaba اللي واحد السيد في السجن عايش واحد عامل واحد الدور واحد الدقه تقصيحه اكثر اللي عنده. Para acabar, porque ya llevo 14 minutos, os voy a decir brevemente las cuatro formas que tenemos de encontrarnos con el cuidado cuando somos pequeños. ونلتقي اليوم في إطار دعوة كريمة من الودادية الحسنية للقضاة في إطار تنظيم هذا المنتدى أورو متوسطي حول العدالة، خاصة ما يرتبط بالإجرام المنظم العابر الحدود. للآن كما قلت يطرح واحد المجموعة من الرهانات وتحديات، خاصة في إطار إيجاد درجة تصدي ملائمة للتطور ديال الإجرام المنظم، لأنه وفق المعطيات الإحصائية المسجلة على المستوى العالمي خاصة من طرف المنتدى العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، أن معدل الإجرام المنظم يعني يصل إلى درجة 5 تقريبا 0.3، ودرجة الصمود يعني إلى درجة ديال 4.89 يعني كدرجة، وهي درجة أدنى من درجة التصدي. وكيف ما تحدثت في المداخلة أنه دائما كان هذا الصراع
ما بين الإجرام وما بين درجة التصدي، يعني منذ سنوات فيما يرتبط بالإجرام المنظم من خلال يعني التهافت بعض العوائل على تدبير مافيات على مستوى العديد من الدول. دون رفيقة العمر، دون نبض القلب، زوجة